قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. وياريت اللي ما سمعش الأجزاء القديمة من المسلسل يروح يسمعهم من القناة، ولينك كل الأجزاء القديمة هتلاقيهم برضو موجودين في أول تعليق وكمان في الوصف اللي موجود تحت الفيديو ده. وصدقني بقولها لك، لو ما سمعتش الأجزاء القديمة مش هتفهم حاجة من اللي هنتكلم عنه النهاردة. طبعا احنا النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من الموسم العاشر، واخر حاجة شفناه في الفيديو اللي فات هو ان نيجن قتل الفا وقطع راسها وقطعها الكارول. طبعا انت دلوقتي عاوز تعرف ازاي حصل الكلام ده، هقول لك دلوقتي. بص يا حاج، فاكر في الفيديو اللي عدى لما في 3 اشخاص اتلموا على ليديا وكانوا عاوزين يقتلوها، راح جه نيجن وساعدها، فوقتها واحدة من الثلاثة دول ماتت واتحبس نيجن. وقتها كارول راحت له وقالت له انا هعرض عليك عرض حلو، ايه رأيك تعمل نفسك انك بتكرهنا وتسيب المكان وتروح لألفا وتخليها توافق على انضمامك لمجموعتها وتحاول تكسب ثقتها اكتر واكتر لغاية ما تقتلها وتجيب لي راسها، وقتها بس انا هخلي الكل يسامحك على اللي انت عملته معانا زمان، بس الشرط الوحيد هو انك تجيب لي راس ألفا بأقصى سرعة ممكنة. وفعلا وافق نيجن وعمل كل اللي طلبته منه كارول. وبس يا سيدي، بعد ما ركبت كارول الراس على العصايه طلب منها نيجن انها تنفذ وعدها ليه، وهو انها تخلي الكل يسامحه. فقالت له انت اتاخرت عليا جدا فهتضطر تستنى شويه لاني صراحه مش راجعه دلوقتي الكسندريا، وراحت سابت نيجن ومشت. خلينا بقى نهدى كده شويه ونشوف ايه اللي حصل مع ميشون وفيرجل اللي شفناهم في الفيديو اللي عدى رايحين على جزيره فيها اهل فيرجل. ميشون وفيرجل بعد سفر طويل قدروا ان هم يوصلوا للجزيره اللي عايش فيها فيرجل مع اسرته. فلما وصل هناك قالت له ميشون امال فين اسرتك؟ فوراها 3 قبور فاضيه وقال لها انا جبتك هنا مش عشان اديك سلاح وبس، بل لانك قويه وانا محتاجك تعملي لي حاجه. فقال لها فيرجل انا مراتي واولادي الاثنين ماتوا جوه المبنى اللي جنبنا ده، والمبنى ده مليان زومبي بطريقه مش طبيعيه، وانا مش عارف ادخل لوحدي واطلعهم وادفنهم. فصعب عليها ميشون فراحت معاه ودخلوا جوه المبنى واللي كان مليان فعلا بعدد كبير من الزومبي، بس ميشون ما همهاش حاجه وقتلتهم كلهم. وفي الاخر عرف فيرجل يطلع مراته واولاده ودفنهم. ولما قالت له ميشون طب مش يلا بقى تساعدني عشان نلاقي السلاح اللي موجود في الجزيره، فقال لها انا وعدتك اني هساعدك بس خليها الصبح عشان دلوقتي الليل ليل خلاص ومش هنعرف نمشي في الليل. فوافقت ميشون وراح فيرجل ينام، لكن ميشون ما عرفتش تنام وفضلت تستكشف في المباني اللي في الجزيره طول الليل، لغايه ما وهي في واحد من المباني سمعت صوت جاي من اوضه. فلما دخلت الاوضه راح فيرجل جه من وراها وقفل عليها الباب نهائيا. فضلت ميشون تنادي وتنادي بس ما فتحلهاش برضه، ففضلت قاعده ومستنيه يفتح عشان تقتله بصفه على طول، بس غلبها النوم ونامت. ولما صحيت بتبص جنبها لقيت ان فيرجل دخل عليها وهي نايمه واخد منها السيف وحط لها كمان شويه اكل عشان لما تصحى تاكله. ففضلت تصرخ تاني لغايه ما كان في 3 اشخاص في الاوضه اللي جنبها بينادموا عليها، فتعرفوا على بعض وعرفت منهم ميشون ان فيرجل اتخوت شويه وبقى بيحبس كل الناس بعد موت اسرته كلها، وان الثلاث اشخاص دول كانوا صحاب فيرجل وعايشين معاه على نفس الجزيره، وفي الاخر هو حبسهم في الاوضه اللي جنبها. فكده فهمت ميشون ان فيرجل حبسها هي كمان عشان كان خايف من انها لما تعرف انه حابس صحابه هتقتله. فلما لقيت ميشون ان مفيش مخرج حاليا فقالت تاكل من الاكل اللي جابه لها فيرجل عشان خاطر تعرف تقتله لما يفتح الباب المره الجايه وتبقى قوتها زي ما هي. بس فيرجل كان هتطلع في الاكل نوع معين من الاعشاب زي حبوب الهلوسه بالظبط، خلاها تهلوس طول اليوم وبالتالي تعبت. فدخلها فيرجل عشان يطمن عليها وراحت مسكت المعلقه اللي كانت بتاكل بيها وغرزتها في رجله وفضلت تضرب فيه لغايه ما وقع. وبعد كده طلعت الناس اللي كانوا في الاوضه اللي جنبها وهربوا كلهم وكانوا رايحين يركبوا المركب ويهربوا، فلاقيوا ان فيرجل ولع في المركب. فرجعت ميشون تاني عشان تقتله هي واللي معاها، بس بعد كده ما رضتش تقتله وقررت تعفو عنه وحبسته في نفس الاوضه اللي كان حابسها فيها. وبعد فتره راحت له الزنزانه وقالت له انا لفيت كل مباني الجزيره ما فيهاش سلاح نهائيا. فقال لها انا شفت كام رصاصه على الارض فقلت يعني اكيد في سلاح في المكان. فقال لها وعشان خاطر يعني تسامحيني ممكن تاخدي اي حاجه موجوده على الجزيره مهما كانت ايه. فاخد فيرجل ميشون ووراها المخزن بتاعه اللي فيها الحاجات اللي بيلاقيها. فاول ما ميشون كانت بتدور هناك شافت جزمه ريك اللي مات بيها، طبعا حزنت جدا، بس بعد كده مسكت فيرجل واتعصبت عليه وقالت له منين جبتهم انت؟ راح اخد ميشون ووداها عند سفينه عملاقه وقال لها السفينه دي كانت فاضيه اول ما لقيتها وانها اكيد كانت عايمه على الميه والميه هي اللي جابتها بالقرب من الجزيره، فانا لقيت الجزمه جواها. فبصت ميشون حواليها لقيت تليفون ريك راسم عليه صورتها هي وجودس وكاتب عليها اسمه، فعرفت ان ريك لسه حي. وفضلت تسال فيرجل تعرف ايه عنه وعملت ايه فيه؟ فقال لها انا معرفش انت بتتكلمي عن مين اساسا، لكن كل اللي اعرفه ان الشخص اللي انت بتتكلمي عنه ده
لو كان هنا قبل كده فانت ممكن تلاقيه تاني بعدين. راحت اخدت ميشون الجزمه والتليفون وسابت فيرجل وسامحته خلاص على كل اللي عمله معاها، وقالت له ان هي هتروح فعلا تدور على ريك، واخدت التلات اشخاص اللي كانوا محبوسين في الاوضه جنبها وركبوا المركب الكبيره ومشوا من على الجزيره خالص. والعلم ميشون كانت عاوز تاخد فيرجل معاهم، بس هو ما كانش عاوز يسيب المكان اللي مات فيه اولاده. المهم في نص الطريق كلمت ميشون جوديس عشان تطمن عليها، فضحكت جوديس على ميشون وقالت لها ان احنا تمام حاليا عشان ما تخليهاش تقلق عليها وكده. وبعد كده قالت ميشون لجوديس على اللي لقيته في السفينه وان ممكن يكون ابوها لسه حي، فبكت جوديس وقالت لها روحي هاتي وانا هحمي اخويا لغايه ما تيجي ما تخافيش. فقفلت معاها ميشون المكالمه ونزلت ميشون من على المركب وفضلت تمشي لغايه ما بصت قدامها لقيت اتنين، راجل وبنت، واحد مصاب والتانيه بتساعده. فاول ما شافوا ميشون طلبوا مساعدتها عشان يوصلوا للمجموعه بتاعتهم، فبتبص ميشون جنبها لقيت ان المجموعه بتاعتهم عباره عن جيش عملاق من البشر ماشيين في كتائب وحجمهم كبير وهائل. فوقتها ميشون حست انهم ممكن يوصلوها لريك، فوافقت تساعدهم واخدتهم وراحت ناحيه الجيش الكبير. وحب اقولك مش هتشوف تاني ميشون في الفيديو ده خالص. عامة خلينا نرجع تاني للبيت اللي كان قاعد فيه ديرول مع الاطفال والكل. المهم هنا ان بعد شوية دخلت عليهم ماجنا، ففرحوا كلهم بيها وخصوصا جيري لان هو كانت وحشة وكان فاكر ان هي ماتت. وبعد كده يوجين قال له روزيتا على موضوع ستيفاني اللي المفروض عنده ميعاد معاها بعد اقل من اسبوع، فقالت له روزيتا انت لازم تقول للكل دلوقتي حالا. وفعلا قام وقال لهم على كل حاجة عرف عن ستيفاني والمجموعة بتاعتهم. فحس ايزيكيل ان ممكن يكون كلام يوجين صح وان ستيفاني تكون في مجتمع كبير وممكن يفيدنا ويساعدنا ضد الهامسون، فاتطوع هو ويوميكو ان هم يروحوا مع يوجين. وفعلا اخدوا بعضهم وراحوا على هناك، والباقي رجعوا على الكسندريا. من الناحية التانية بقى نيجي نرجع لليديا عشان يحررها ويقول لها تطمن لانه خلاص قتل امها ومفيش حد هيقتلها. راح ملقيش ليديا بس لقي ديرول، فقال له نيجي انه كان متفق مع كارول على قتل الفا وهي فعلا حاليا ميته، بس ديرول ما صدقهوش فاخدوا نيجي للمكان اللي علقت فيه كارول رقبه الفا. فاول ما وصل هناك لقيوا الراس مش موجوده. ليه؟ لان من شويه بيتا شاف الراس بتاعت الفا متعلقه فتعصب جدا وحلف لا يقتل نيجن، وبعد كده اخد راس الفا وراح بيها على بيت في مدينه غريبه وراح سلخ راسها وحط نصه على القناع اللي على وشه. فنيجن كده قدام ديرول طلع كداب لان مفيش راس ولا حاجه، فلسه ديرول هيقتله راح جه شويه من الهامسون وثبتوا ديرول وقالوا لنيجن انت قتلت الفا، دلوقتي انت الفا الجديد. فكلهم انحنوا لنيجن وكانوا تحت امره. وقتها بس ايقن ديرول ان كلام نيجن صح، بس كان بعد فوات الاوان لان نيجن قرر يربط ديرول ويخليه هو التاني ينحني ليه، بس لمجرد انه يغيظه يعني مش اكتر، لان نيجن اخذ مسدس من واحد من الهامسون وراح قتلهم كلهم وفك ديرول تاني. بس الاهم هنا ان هو غاظه وفي نفس الوقت اثبت له انه فعلا اتغير عن نيجن بتاع زمان من بعد ما قتل الفا. بس يا سيدي وخدوا بعضيهم ورجعوا هما التانيين على الكسندريا، وبعدها بشويه كارول هي كمان رجعت على الكسندريا. بس لحظه، هو انت فاكر ان بيتا سكت على كده؟ لا 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 لا، لان بيتا بعد ما اخذ راس الفا وسلخها وركب نص وشها على وشه راح شغل اغاني صوتها عاليه جدا لغايه ما لم جيش كبير من الزومبي وضمهم على جيش الفا، وبعد كده راح اخدهم ومعاه كميه من الهامسون وراحوا على الكسندريا على طول. بس لما راحوا هناك لقيوا باب المدينه مفتوح ومفيش فيها اي حد هناك، فنشر رجالته في المكان فرجعوا وقالوا له ان هم فعلا كلهم هربوا ومفيش ولا بني ادم جوه. فلم بيتا كل الزومبي والهامسون وطلعوا بره الكسندريا وكانوا رايحين على اوشن سايد لانهم عارفين ان ده مكانهم التاني. لكن ايرون والدن كانوا في الكسندريا ومستخبيين، فكلموا جابرييل وقالوا له على وجهه بيتا واللي في الاساس كانوا متوقعينها لانهم كانوا عارفين ان بيتا لو حب يهجم على الكسندريا فاكيد لو ما لقيش حد هناك هيهجم على اوشن سايد. فالكل اساسا كان في الكسندريا او اوشن سايد كانوا هربانين وقاعدين في بيت بعيد خالص عن المكانين، وسابوا بس ايرون والدن عشان يقولوا لهم على اي حاجه جديده يشوفوها لو حصل اي جديد. بس ايرون والدن شافوا بيتا مره واحده غير اتجاهه وراح ناحيه المكان اللي الكل قاعدين فيه مستخبيين. فلسه ايرون والدن هيكلموا جابرييل في اللاسلكي لقيوا ان اللاسلكي باظ وكمان شويه من الهامسون شافوهم وحاصروهم، فحاولوا يقتلوا اكبر عدد ممكن منهم. فبيبص وراهم لقيوا واحد زي النينجا فضل يقتل معاهم وساعدهم على الهروب. بيتا بقى من الناحيه التانيه كان وصل المكان اللي الكل مستخبي فيه وحصرهم
ومن كتر جنونه بدأ يهلوس بأن الزومبي بيتكلموا معاه وبيسمعوا كلامه. بس بالنسبة للناس اللي قاعدة فوق اللي هم جماعة أوشن سايد وألكساندريا وما تبقى من هيلتوب والمملكة، فهم ما كانش عندهم خيارات كتير غير أنهم يبعدوا القطيع بالصوت. فخلوا لوك يجهز الأجهزة اللي هتعمل الصوت العالي، وأول ما خلصهم طلع 8 منهم على برا عشان يركبوها في عربية مركونة بعيد ويبعدوا بها الزومبي. الثمانية اللي طلعوا دول هم 2 من أوشن سايد وجيري وماجنا وديرول وكارول وكمان كيلو لوك. وطبعا عشان يعرفوا يمشوا بين الزومبي اضطروا ان هم يطلعوا دم واحشاء واحد من الزومبي ويحطوها عليهم. بس اول ما طلعوا برا الهامسون كانوا بيشوفوهم، فكانوا بيحاولوا ان هم برضو يقتلوهم وسط الزومبي، لكن كان جابريال واللي معاه كانوا بيحققوهم بالاقواس قبل ما يقتلوا اي حد فيهم. بس ده خلى بيتا يشوفهم وهم بيضربوا بالاسهم على رجالته من بعيد وعرف مكانهم، فطلع شويه من الهامسون عشان يقتلوا الكل. فلما لقي نيجن ان الوضع باص خالص كده راح لبس قناع الهامسون ونزل يساعد ديرول واللي معاه تحت. بس ديرول واللي معاه كانوا ماشيين في مجموعات، يعني مثلا كارول وواحده من اوشن سايد كانوا ماشيين مع بعض، واللي من اوشن سايد كانت حاطه على ظهرها الشنطه اللي فيها المعدات بتاعت لوك. ولكن للاسف طلع عليها واحد من الهامسون وضربها بسكينه خلاها تصرخ، وبالتالي الزومبي مسكوها واكلوها حته ورا التانيه. اما كارول فمشيت من سكات من غير ما تقدر تعمل حاجه، وبتبص كارول قدامها لقيت ليديا انضمت لهم وقدرت تاخد الشنطه من البنت قبل ما تموت، فاخدوها وراحوا وصلوا كل حاجه وشغلوا الصوت. واخيرا بداوا الزومبي يروح ورا الصوت ويسيبوا جابريال واللي معاه، لكن لسه الهامسون موجودين، ففضلوا تتبعوهم لغايه ما بداوا يرموا على دير واللي معاه اسهم، وكمان ربطوا كاوتش العربيه اللي عليها السماعات بحبال مربوطه في الشجره فاتخلع الكاوتش، وبالتالي وقفت العربيه فكلهم جريوا من عليها بسرعه ودخلوا الغابه. فالهامسون وقتها ركبوا العربيه من تاني وكسروا السماعات كلها، فرجع تاني جزء من القطيع لجابريال واللي معاه. فجابريال اول ما عرف خلى الكل يهربوا بسرعه، وهو فضل لوحده عشان محدش يروح وراهم. فبعد ما الكل هرب وفضل بس جابريال، وصلوا الهامسون وكسروا الباب عليه وفضلوا يتخانقوا معاه لغايه ما كانوا هيقتلوه، بس انقذوا من النينجا ومعاه ماجي، لان اخيرا ماجي رجعت من تاني. وهي رجعت لما وصلت لها رسائل جابريال واللي شرح لها فيها موقفهم كله. المهم انهم بعد كده اخدوا جابريال ومشوا من مكان بسرعة. بس ديرول واللي معاه قرروا ان هم يقتلوا الهامسون من جوه قطيع الزومبي واحد ورا التاني، عشان ده الحل الوحيد اللي هيخليهم يمنعوا الهامسون من انهم يلموا القطيع من تاني ويهجموا عليهم في اي وقت. وفعلا عملوا كده، بس لاحظ بيتا ليديا في النص فحب يروح يقتلها، لكن جاله نيجن من ورا فبيتا حب يقتله هو التاني في نفس الوقت، لكن ملحقش لان ديرول جه من ورا وراح رشق سكينتين في عينه وساب الزومبي ياكله. وبعد كده قررت ليديا وكارول انهم يبعدوا القطيع بتاع الزومبي عن طريق ان واحده منهم تفضل ماشيه بيهم وتروح راميه نفسها من فوق من على المنحدر، وبالتالي كل الزومبي هيروح وراها. فكارول قررت هي اللي تعمل كده لانها كانت حاسه انها تعبت بجد من القتل وكل اللي بيحصل حواليها، لكن على اخر لحظه شدتها ليديا تاني واستخبوا ورا صخره لغايه ما يكونوا كلهم وقعوا من فوق المنحدر. وفعلا بعد شويه كل الزومبي وقعوا من فوق، وبكده نكون خلصنا من الزومبي والهامسون. ورجعت ليديا وكارول لباقي المجموعه، والكل كانوا بيحضنوا بعض، والكل كانوا فرحانين جدا جدا بان اخيرا كل حاجه خلصت وكمان ماجي رجعت من تاني. تمام جدا كده، خلينا نهدى شويه كده وميبقاش كله ضرب ضرب مفيش شتيمه. خلينا نشوف يوجين عمل ايه مع ايزيكيل ويوميكو في الرحله بتاعتهم. الجماعه دول فضلوا ماشيين كتير جدا لغايه ما هم ماشيين لقيوا شارع شكله غريب، الزومبي مربوطين فيه ولابسين لبس يضحك جدا الصراحه. فبيبصوا قدامهم لقيوا برنسس او الاميره، وده اسمها للعلم يعني، بس هي اللي مختاراه، لكن اسمها الحقيقي هو خوانيتا. المهم الاميره ليها تقريبا سنه كامله ما شافتش حد، وعشان كده هتلاقيها مجنونه حبتين ثلاثه اربعه. واول حاجه عبيط عملتها وهي انها لقيت شويه زومبي جايين من بعيد فضربتهم بالرشاش اللي معاها، وبالتالي الاحصنه بتاعتهم كلها خافت وجريت. فحبت الاميره تعوضهم عن اللي عملته ده وتجيب لهم وسيله مواصلات تانية يكملوا بيها طريقهم، لكن يوميكو كانت خايفه جدا منها بسبب انها باين عليها مجنونه. بس ما كانش في حل تاني لان الوقت بيضيع ولازم يقابلوا ستيفاني قبل ما يعدي الاسبوع. فراحوا معاها على الجراج اللي قالت عليه الاميره، بس هي بالغلط دخلتهم في حقل الغام، وكمان نسيت الطريق اللي المفروض تمشي منه وهي في نص الحقل.
فضلوا كل متعصبين جدا منها وعاوزين يضربوها، لكن هي من الاساس كانت زعلانه من نفسها. بس بعد كده ادها ايزيكيل كلمتين محفزين كده كالعاده، فافتكرت الطريق وطلعت بيهم بره المكان. بس لما طلعت بيهم عرفوا ان الطريق اللي فضلت تمشي بيهم طول اليوم عشان توصل له كان من الاساس وراهم، وما كانش فيها لازمه دخولهم لحقل الالغام ولا لفهم طول اليوم. فهمكوا خلاص زهقت وعاوزه تقتلها باي طريقه، لكن عرفوا في الاخر ان هي بس غلبانه وطيبه وما كانتش تقصد تعمل كده، بس الوحده اللي كانت عايشه فيها طول الفتره اللي عدت خليتها تتجنن شويه، وكمان هي مركزتش في الطريق بسبب فرحتها بوجود ناس اخيرا حواليها. فطبطب عليها يوجين شويه وشجعها انها تلاقي الجراج اللي قالت عليه، فاخدتهم وكملت مشي لغايه ما وصلوا اخيرا للجراج، ولكن كان جراج عجلات. بس ما كانش عندهم حل تاني غير انهم ياخدوا لهم كام عجله ويكملوا طريقهم، وخدوا كمان معاهم الاميره لانهم مش عاوزينها تبقى لوحدها تاني. وفضلوا يمشوا ويمشوا ويمشوا لغايه ما في الاخر عرفوا يوصلوا للمكان اللي اتفق عليه يوجين مع ستيفاني، لكن كان الوقت اتاخر وعدى الميعاد وبالتالي مفيش حد في المكان. بس يوجين ما فقدش الامل ولسه هيبدا يحاول يختفي اثرهم، لقى في وشه جنود كتيره لابسين دروع غريبه ولونها ابيض، رفعوا عليهم السلاح وثبتوهم وخلوهم طبعا ينزلوا سلاحهم، وبعد كده اخدوا كل واحد وودوه على زنزانه مختلفه عن التاني، لان العلم يعني دول جماعه ستيفاني واللي بالمناسبه اسمهم الكومن وولث. والعلم برضه عشان تبقى فاهم، الاميره ما كانتش مجنونه بسبب الوحده بس، لا ده بالعكس هي اتجننت من قبل الوباء من وهي صغيره بسبب معامله امها وجوز امها ليها وتعذيبهم ليها. عامه اخذت جماعه الكومن وولث كل اللي قبضت عليهم بما فيهم الاميره، وفضلت تسال فيهم اسئله كتير زي الاسم والسن وحاجات زي كده عن اللي يعرفوها عن بعضهم، لكن الاميره ما كانتش بترضى تجاوب فرجعوها السجن تاني. ومن وقتها وهي بتهلوس جدا لدرجه ان هي كانت فاكره ان ايزيكيل جه ينقذها وضرب الحارس اللي بيجيب لها الاكل، لكن في الحقيقه هي اللي كانت بتضرب الحارس وكل دي كانت تهيؤات. راحت اخذت السلاح بتاعه وكانت هتهرب، بس بسرعه غيرت كلامها ورجعت تاني للزنزانه لانها مش عاوزه تبقى لوحدها تاني. ولما دخلت الزنزانه اعتذرت للجندي وقالت له انا هجاوبك على كل الاسئله اللي كنتوا عاوزين تعرفوها، فبدات فعلا تقوله على كل حاجه تعرفها عن يوجين وايزيكيل ويوميكو وكل حاجه عنها هي شخصيا. فبعد ما خلصت راحت قالت للجندي كده تمام صح، طب ممكن امتى اشوف صحابي تاني اللي جيت معاهم؟ راح قال لها الجندي دلوقتي حالا، وراح فتح الباب بتاع الزنزانه وكان موجود وراها ايزيكيل ويوجين ويوميكو وكلهم متغمي وشهم ووراهم حراس كتير، وكمان الجندي اللي مع اميره غمى وشها وخدها معاهم. وحب اقولك انك هتعرف اكتر عن المجموعة دي في الموسم الجاي. خلينا نرجع تاني لالكسندريا وماجي اللي ما جاتش وايدها فاضية، بل جابت كل الناس اللي كانت عايشة معهم الفترة اللي فاتت عشان المكان اللي هم فيه ولع، وطبعا بما ان مفيش هيل توب حاليا لانها خلاص الهامسون دمروها فيقعدوا حاليا في الكسندريا. وماجي كان معاها كذا حد منهم اليجيا اللي هو النينجا وكول وده الراجل اللي جنبه. المهم ان ماجي كانت سايبه هيرشل ابنها الصغير مع كول وباقي الجماعه في مكان بعيد تحسبا لحسن الهامسون يعملوا اي حاجه فهم يبقوا في التمام. بس بما ان كل حاجه تمام حاليا فيبقى لازم تروح تجيبه هو وكل اصحابها، وفعلا راحوا علشان يجيبوا الكل، وراح معاهم ديرول وكيلي، وفضلوا يمشوا لغايه ما الليل ليل عليهم فخيموا في مكان كان جنبيهم على الطريق. وهناك بقى قالت ماجي لديرول ايه اللي حصل معاها من طقطق لسلام عليكم من بعد ما راحت مع جورجي. قالت له ان كل حاجه كانت ماشيه تمام جدا، بنروح نشوف مجموعات لسه ماسكه نفسها ونحاول نساعدهم عشان يوصلوا ميه لمدينتهم ونعلمهم زراعه وحاجات زي كده لغايه ما نكبر مدينتهم. ولكن في يوم من الايام سمعت جورجي عن مكان موجود في الغرب فيه مجموعه كبيره جدا، فقالت تروح تساعدهم، فراحت هي على هناك وماجي فضلت في المدينه بتاعه جورجي. لكن في يوم من الايام جه عليهم مجموعه اسمهم الحاصدين، المجموعه دي قتلت اغلب الناس اللي هناك وسرقوا كل حاجه ودمروا المكان واختفوا في لمح البصر. وفي نفس الوقت لما حصلت المشكله دي في المدينه اللي كنت قاعده فيها شفت رسائلكم اللي بعتوها لي فجبت كل اصحابي وجيت على طول. وبس يا سيدي هي دي الحكايه. عامه تاني يوم لموا بعضيهم وكملوا الطريق عشان خاطر يجيبوا هيرشل والباقي، وبعد شويه لما وصلوا للمخيم اللي فيه كل اصحاب ماجي وكمان هيرشل ابنها لقيت المكان كله اتحرق، فعرفوا على طول ان اكيد الحاصدين هم اللي عملوا كده، فقرروا يخطفوا الاثار لغايه ما وصلوا لباقي المجموعه بتاعت ماجي. فبعد اختفاء اثار كتير لقى ديرول ان الاثار انفصلت لمجموعتين، فهم كمان انفصلوا لمجموعتين
ماجي وديرول مع بعض والباقي مع بعض. وفضل ديرول يدور لغاية ما ظهر 3 اشخاص من مجموعة ماجي، بس ما كانش معاهم هيرشل، ولسه هيكملوا تدوير راح قناص من الحاصدين من بعيد قتل واحد من الثلاثة وبعد كده قتل الاثنين التانيين. فراح يتلفت ماجي من ورا القناص عشان تقتله بس ما لقيتش القناص، ففضلوا يدوروا تاني لغاية ما طلع لهم هو لوحده. فراحت ماجي ضربته بخنجر بس ولا كأن حصل له حاجة، وكمان ديرول ضربه بسهم بس برضه ولا أثرت في حاجة، لغاية ما جه كول ورماه بسهم من بعيد وجه المرة دي في قلبه. وقتها بس بطل يقاتل، بس مش عشان تعب، لا ده عشان اتحاصر مش اكتر. فحاولت ماجي تسأله عن اي حاجة لكن هو مرضيش يقول غير ان بوب اختاركم كهدف، وراح شدد ببوس قنبلة كانت معاه وفجر نفسه بنفسه. فبسرعة قامت ماجي وكملت بحث هي وديرول لغاية ما اخيرا لقيوا هيرشل. وتاني يوم اخيرا رجعوا كلهم على الكسندريا، بس ما لقيتش ماجي باقي مجموعتها وهيطلعوا بعدين يدوروا عليهم تاني. بس الكسندريا كانت متدمرة جدا بسبب اللي عملوا بيتا فيهم اخر مرة اول ما كانوا هناك، والكل حاليا بدأوا يصلحوا فيها حتى نيجن، واللي بمجرد ما دخلت ماجي المكان وكان على وشها هي ونيجن نظرة توعد لبعض. بس عامة بما ان كل حاجة رجعت لطبيعتها من تاني، فتاني يوم طلعت كارول مع ديرول عشان يصطادوا ويدوروا على اي حاجة ممكن يلاقوها للاكل، لان الكسندريا حاليا على الحميد المجد. وفعلا فضلوا طول اليوم يصطادوا لغاية مكان الليل هيليل، فلسه هيقوموا يدوروا على اي مكان يباتوا فيه للصبح. راح كلب ديرول بدون مقدمة فضل يجري وينبح زي المجنون، فلما راح كارول وديرول ورا شافوا بيت فاضي، فزعل جدا جدا ديرول اول ما شاف البيت ده بالذات. وعشان تفهم قصة البيت ده لازم ترجع معايا 5 سنين لورا من بعد موت ريك. طبعا انا قلت لك في الفيديو اللي قبل اللي عدى ان من بعد موت ريك وكله تقبل موته الا ديرول اللي فضل 24 ساعة لمدة سنين يدور عليه. ففي مرة وهو في الغابة وكان بيدور برضو على ريك، طلع على ديرول الكلب بتاعه واللي وقتها ما كانش بتاعه، فافتكر ديرول ان في واحد صاحب للكلب ده محتاج مساعدة والكلب عمال ينبح عشان يلاقي له مساعدة. فراح ديرول وراه راح ليه ان الكلب كان ساكن مع واحدة في بيت كان فيه واحد زومبي، فقتل ديرول الزومبي ده، لكن اللي ساكنه في البيت طلعت وثبتت ديرول وربطته وفضلت تساله انت هنا ليه، مرضيش يرد عليها لغايه ما عدت مده طويله. وقال لها بعد كده لما زهق ديرول انه جاي يساعد مش اكتر، وقتها بس هي وافقت انها تفكه وخلته يمشي عادي. وعدت الامور وكل حاجه تمام، وبعد 6 شهور من الوقت ده جه الكلب تاني لديرول اثناء تدويره على ريك، فراح رجعه ديرول تاني للبنت اللي عايشه في البيت مع الكلب واللي بالمناسبه اسمها ليا، ورمى ديرول عليها السلام ومشى تاني. ومره على مره بداوا الاثنين يبقوا اصحاب بما انهم الوحيدين اللي عايشين لوحدهم في الغابه. وقال العلم يعني ليه عايشه لوحدها في الغابه، عشان ده المكان اللي مات فيها ابن اختها واللي كانت بتعتبره بمثابه ابنها. وكمان برضو ليا كانت فرد من افراد الجيش بتوع زمان، فهي تعتبر من المقاتلين الاشداء. عامه بتعدي شهور كتير وبيبدا ديرول وليا يحبوا بعض لدرجه انه بقى يصعب عليها انه يعيش بره في البرد، وكانت بتخليه يبات في الصاله في بيتها. وكمان هو التاني ديرول حكى لها على قصته وانه بيدور حاليا على صاحبه واخوه ريك. فلما عدت شهور وقدر ديرول ان هو يغطي المنطقة اللي فيها بيت ليا وتأكد تماما ان ريك مش موجود هناك خالص، فكان عاوز يبدأ يدور في مكان تاني، لكن ليا اتعلقت بيه وحبته وما كانتش عاوزة يسيبها، فتعصبت منه وطلعت من البيت. وهو كمان مدش اي اهتمام وساب البيت ولما حاجته وكمل تدوير على ريك في مكان تاني. بس بعد شوية ما هنتش عليه ورجع لها تاني، بس لقيها مش موجودة في البيت، وكان باين على منظر البيت انها كانت في صراع مع حد وحصل لها حاجة ومشيت او حد خطفها. فساب لها ديرول الخريطة اللي مكانه في الكسندريا وشوية اكل، واخد الكلب بتاعها وطلع يدور عليها وفضل يدور مدة، بس زيها زي ريك برضو ما لقيهاش. وانا عارفك دلوقتي ممكن تقولي ان دي قصة تافهة انت بتحكيها ليه، بس انا حبيتك تسمع القصة التافهة دي عشان الموسم الجاي القصة التافهة دي هتكون مهمة جدا 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 وهتحتاجها. المهم خلينا نرجع تاني لديرول اللي كان بيحكي نفس القصة اللي قلتها لك دي بس لكارول. بس عارف رغم ان مشكلة الهمسون خلصت، الا ان ديرول لسه زعلان من كارول على اللي عملته في المنجم واللي خلى كوني تموت تحته. بس عامة خيموا الليلة في البيت بتاع ليا، وتاني يوم قرروا ان هما يرجعوا لالكسندريا. وللعلم مش بس كارول وديرول هما اللي كانوا بيصطادوا ويدوروا على اكل، بالعكس ده كان كمان ايرون وجابريال هما كمان عمالين يفتشوا الشوارع والمباني، لكن للاسف ما كانوش بيلاقوا غير شوية زومبي ماتوا بطريقة شنيعة زي الانتحار او التعذيب او غيره من الحاجات الزبالة اللي كان بتحصل قبل ما ينتهي العالم. بس برضو كانوا بيفضلوا يدوروا ويدوروا لغاية ما بعد مدة طويلة لقيوا مكان زي مخزن كبير. المخزن ده بمجرد ما دخلوه كان شكله غريب جدا، بس الاهم هنا انهم لقيوا جواه خنزير فدبحوه وقرروا انهم ياكلوا منه الليلة
وتاني يوم يرجعوا الباقي بتاعه لألكسندريا. وبعد ما أكلوا ناموا، بس تاني يوم لما صحي جابرييل ليه إن إيرون مش جنبه، فراح يدور عليه، لكن لقي مرة واحدة وراه شخص اسمه مايز رافع عليهم السلاح لأنهم أكلوا الخنزير بتاعه، وكمان تعدوا على المكان اللي هو بيعيش فيه واللي هو المخزن اللي حاليا الكل فيه. الراجل ده كان رابط إيرون وأخد جابرييل وحطه قدام إيرون، وراح اداهم مسدس فيه طلقة واحدة وقال لهم قدامكم 6 فرص، عندك امكانية انك تضرب نفسك بالنار او تضرب صديقك التاني، واللي هيعيش فيكم هسيبه يمشي لحاله، لان الراجل ده مختل عقليا. فما كانش في عند جابرييل وايرون غير ان هم ينفذوا كلامهم، واول كم محاولة كان جابرييل وايرون كل واحد فيهم بيصر ان يوجه المسدس على دماغه ومرضيش يقتلوا بعض، وبرضه ما زالوا عايشين. وانت عارف الراجل ده بيحاول يعمل كده ليه؟ عشان عاوز يثبت لنفسه ان العالم كله بقى مليان ناس شريرة وبس، وانه كان فاكر ان بمجرد ما يدي جابرييل وايرون المسدس هيضربوا نار على بعض عشان خاطر التاني يعيش. بس اللي حصل هو انهم قرروا انهم يقتلوا نفسهم اهون عندهم من انهم يقتلوا حد فيهم. والراجل ده كان بيعمل كده وكمان بقى مخوض جدا، لانه زمان كان مع اخوه وعيلته، وفي مرة صحي من النوم ليه أخوه بياخد كل الأكل بتاعه وكمان بيثبته بالسكينة عاوز يقتله، فاضطر وقتها إن هو يتعامل معاه ويقتله هو وعيلته. ومن وقتها وهو بيحاول يثبت لنفسه ولكل الناس اللي بيلاقيها إن مفيش خير في الدنيا اللي حاليا عايشين فيها، ففضل جابرييل يقنعه إن لا في خير، وكمان قال له أنت ممكن تيجي معانا للمجتمع بتاعنا وهناك هتلاقي إن فعلا في خير لسه في الناس. وفعلا ميت صدقهم وبدأ يفك إيرون وبدأ يعرفهم على نفسه، راح ضربه جابرييل من ورا على راسه ضربه قتلته في لحظتها، لانه اكيد يعني جابرييل كان بيضحك عليه لانه مستحيل يدخل قاتل لالكسندريا. ولسه هيلموا حاجتهم ويمشوا، بصوا فوقيهم لقيوا ان في دور تاني للمخزن، فطلعوا يشوفوا فيه ايه، فلقيوا ان في شويه اكل وكمان اخو ميز، لانه ما قتلش اخوه بل خلاه يلعب نفس اللعبه الزباله اللي خلى ايرون وجابرييل يلعبوها مع بعض. بس الفرق هنا ان ايرون وجابرييل ما رضوش يقتلوا بعض، لكن اخو ميز قرر ان هو يقتل اسرته بدل ما يقتل نفسه. فلسه جابرييل وايرون هيحاولوا ان هم يساعدوه، راح اخد اخو ميز السلاح بتاع جابرييل وقتل نفسه في لحظتها. وكل اللي بيحصل ده طبعا حرام وملناش دعوه بالفكره الغبيه دي. المهم ان بعد اليوم الطويل والصعب اللي شافوه جابرييل وايرون ده، قرروا ان هم خلاص هيرجعوا الكسندريا لانهم تعبوا جدا واعصابهم باظت. فالكسندريا بقى كيرول كانت في مرة بتبص من فوق لقيت ان ماجي مش عارفة تتأقلم في الكسندريا في ظل وجود نيجن حواليها، فراحت كيرول اخدت نيجن وودته عند بيت بره الكسندريا وقالت له انا اسفة بس الناس كلها اجمعت انك لازم تسيب الكسندريا، فالبيت ده هيبقى مناسب ليك اكتر حاليا بما ان الكسندريا مش متاحة ليك. وبعد كده سابت ومشت، مع العلم ان مفيش حد اتفق على حاجة بس هي اخدت القرار ده لوحدها. المهم نيجن زعل جدا وكمان افتكر نفسه ايام ما كان شرير ومعه عصايته اللي مسميها لوسي، فلما افتقدها قوي راح يدور عليها في المكان اللي ريك دبح فيه نيجن قبل كده، وفضل يدور لغاية ما لقيها. بس لحظة، انت ما سألتش نفسك قبل كده هو ليه نيجن بيحب العصاية دي قوي جدا كده، وكمان ليه مسميها لوسيل ومين اساسا لوسيل؟ عشان اجاوبك على السؤال ده محتاجين نرجع 12 سنة لورا قبل الوباء اساسا، ايام ما كان نيجن مدرس رياضة ومجرد شخص عادي ومتجوز من واحدة اسمها لوسيل. وصدق او لا تصدق يا عزيزي، نيجن من زمان وهو واخد حتى مع مراته، لان فاكر الجاكيت اللي نيجن دايما كان 24 ساعة لابسه؟ اهو الجاكيت ده نيجن اشتراه اساسا قبل الوباء واشتراه ب 600 دولار، وهم في الاساس بيكحوا تراب من قلة الفلوس لان نيجن قبل كده تعدى على واحد، فبالتالي المدرسة طردته. ولوسيل كانت تعبانة جدا اليومين اللي فاتوا وكانت عاوزة نيجن يروح معاها للمستشفى، بس هو قال لها انه عنده ميعاد بكرة مع الشرطة عشان يحققوا معاه في المشكلة اللي خلته يطرد من المدرسة ومش هيقدر يروح معاها. فلما تاني يوم راحت لوسيل لوحدها عرفت ان عندها سرطان، وكانت وقتها فعلا محتاجة نيجن يكون جنبها، لكن زي ما قلت لك نيجن كان واخد جدا وقتها. فلما طلعت لوسيل كلمت نيجن فما ردش عليها، وكمان كلمت صاحبتها عشان تفضفض معاها وبرضه هي كمان ما ردتش عليها، فكلمت الشرطة عشان تعرف ان نيجن هناك ولا، بس هم كمان قالوا ان نيجن مجاش اساسا. فربطت الاحداث ببعض فعرفت ان نيجن اكيد بيخونها مع صاحبتها، فرجعت على البيت على طول واستنت نيجن لغاية ما يجي عشان خاطر تقتله. واول ما جه قالت له على مرضها وقررت تشوفه، لو لقيته اتغير هتسامحه، ما تغيرش هتقتله في لحظتها. وبس يا سيدي، بتمر الايام وبتيجي نهاية العالم المحملة بالكثير من الزومبي، فبيفضل نيجن مع مراته لوسيل في بيت متطرف عن الشوارع كلها اللي ممكن اي حد يلاحظها اساسا. ونيجن من وقتها وهو اتغير وقرر انه مش هيبقى واخد تاني نهائيا، وهيبقى وفي لمراته الاقصى الحدود،
وفعلا كان وافي جدا لأقصى ما تتخيل. كان بيديلها العلاج بنفسه، وكان بيتابع معاها أول بأول، وكان بيعمل لها الأكل وحاجات تانية كتير، وكان بيحسسها دايما إنها مش مريضة، وكانوا عايشين حياة حرفيا قمة في السعادة، وكانوا مبسوطين. لغاية ما في يوم طفى المولد اللي بيوصل كهربا للبيت اللي هم فيه ونام من غير ما يحس، ولما صحي الصبح لأن الفريزر سخن جدا، وبالتالي العلاج بتاع لوسيل اللي كان موجود جواه باظ، لأن العلاج ده لازم يكون محطوط في درجة حرارة منخفضة جدا. بس هو ما كانش واخد البال وقتها أول ما نام، فقال لها بعد شوية إنه سمع بإن في مجموعة أطباء ماشيين بشاحنات في الشوارع وبيدوا الناس الأدوية اللي هم عاوزينها، فأنا لازم أروح أدور عليهم. وقتها لوسيل ما كانش عاوزة نيجن يمشي ويسيبها، لأنها كده كده حاسة إنها هتموت وهو بره، بس هو أصر وأخد مسدس كان معه، ولكن كان فاضي ما فيهوش طلقات، وطلع يدور على الأطباء. وبعد تدوير كتير لقي الشاحنة الطبية ورفع عليهم سلاح، لكن واحدة ضربته من ورا على راسه خلته يغمى عليه. الواحدة دي بالمناسبة يعني هي لورا اللي هي بقت بعدين مساعدة نيجن، واللي بالمناسبة يعني بعدين قتلها بيتا. المهم اخد الدكتور نيجن وقال له نيجن على كل حاجة معاه، فعطاله الدكتور اكل، لان نيجن قال له انه ليه 6 أسابيع تقريبا سايب مراته وما كانش بياكل كتير. ومش بس كده، ده كمان جاب له الدواء اللي هو عاوزه، وعشان يحمي نفسه كويس نيجن وهو مروح راحت اديت له لورا عصاية البيسبول، هي دي العصاية اللي سماها نيجن بعد كده لوسيل. وقالوا له خلي بالك عشان في عصابة في الطريق ممكن تخطفك وتاخد منك كل اللي معاك. وفعلا ده اللي حصل، لان نيجن ما كملش مسافة بعيدة عن الدكتور وبنته لورا، واذ بعصابة خطفته وعاوزة تعرف مين اللي عطاه الدواء اللي مع نيجن. طبعا نيجن فضل يلف ويدور عليهم ويقول لهم على اماكن غلط لغاية مكانه هيكبوا الدواء بتاع مراته، فوقتها بس اعترف وراحت العصابة وجابت الدكتور وبنته، وبعد كده طلعوا نيجن عشان يروح لمراته، فاخد نيجن الدواء ورجع على مراته على طول. بس للأسف لوسيل الوجع قتلها، وكانت خلصت على كل الدواء بتاعها وكمان كل مسكنات الألم فانتحرت. نيجن لما شافها كان زعلان جدا جدا وبيبكي، بس ما كانش في ايده اي حاجة يعملها غير انه يقتلها عشان يرحمها من عذاب انها تفضل زومبي، وساب المكان وراح ينتقم من العصابة اللي خطفته. وأول ما وصل فضل يضربهم بالعصاية بتاعته وكمان بالمسدس، وكان الدكتور جوه مربوط في كرسي وكمان بيضربوه، وهو في نفس الوقت بيحاول يفك نفسه من الكرسي، لغاية ما أخيرا عرف يفك نفسه، وكان برضه في نفس الوقت نيجن قتل كل الناس اللي بره لغاية ما وصل للقائد بتاع المجموعة دي. ففضل الدكتور ونيجن يضربوه هما الاتنين مع بعض، وبعد كده خلى نيجن الدكتور يطلع لبنته وهو مسك قائد العصابة وفضل يضرب فيه. وبس يا سيدي، هي دي حكاية لوسيل، وطبعا حكاية نيجن وهو زمان قبل ما يتحول للي هو فيه، وطبعا هو تحول لشرير من بعد ما مراته ماتت وفقد أعصابه. خلينا نرجع تاني لنيجن اللي كان بيحكي لنفسه نفس الكلام اللي كنت بقوله لك ده دلوقتي، وبيفتكره مع نفسه وبيبكي على موت مراته لوسيل من تاني، لكن بعد كده قرر انه بجد هيفتح صفحة جديدة، وراح ولع في العصاية بتاعته واخد بعضه ورجع على الكساندريا غصب عن عين كارول. فلما شافته كارول راحت له وقالت له عشان بس تبقى عارف انت لو فضلت هنا ماجي مش هتسيبك وهتقتلك، فرد عليها نيجن وقال لها ما تخافيش عليا. واصح قبل ما اختم، مرة واحدة وبدون مقدمات بنلاقي كوني عرفت تطلع بره المنجم اللي اتحبست فيه هي وماجنا، وكانت دايخة جدا وبتحاول تهرب، لكن وقعت على الارض بس شافت واحد فوقيها بحصان، الواحد ده هو فيرجل. وبيخلص الموسم. يا ترى ايه اللي هيعملوه جماعة الكومن وولز مع يوجين وإيزيكيل؟ وكمان ايه اخبار منظمة السي ار ام اللي ريك حاليا عندها؟ ومين الحاصدون اللي دمروا مدينة جورجي اللي ماجي كانت عايشة فيها؟ وهل هيقابلوا الكساندريا ولا لا؟ وكوني هتعمل ايه مع فيرجل؟ وهل هي بعيدة جدا عن الكساندريا ولا لا؟ والاهم من ده كله، ايه اللي هيحصل بين ماجي ونيجن الفترة الجاية؟ ده اللي هنشوفه في الفيديوهات الجاية. وبس كده، سلام.